دولا دولا، جبت لك شريط ام كلثوم اللي انت عايزه يا عم. جبت الاطلال؟ الاطلال. ايوه هي دي الاطلال طبعا. انت شفت يالا الاغنيه دي ام كلثوم بتقول كيف كان الحب امسى خبرا وحديثا من احاديث الجوى. شفت الكلام؟ الله يا دولا الله. الا يعني ايه الكلام ده يا دولا؟ ايه الكلام؟ انت مش فاهم الكلام بتاع الاغنيه؟ لا. يخرب بيت. بص يالا، كيف كان الحب امسى خبرا، يعني كيف كان الحب؟ عارف انت الحب اللي هما اتنين بيحبوا بعض. امسى خبرا، امسى اللي هو ايه؟ اتمسوا بالخير عشان ايه؟ اتاخرتوا الدنيا ليلة. وخبرا هجيب خبرك لو اتاخرت تاني، انت فاهم؟ يا دولا الله على الكلام. مين اللي كاتب الكلام ده يا دولا؟ ده الاطلال يا ابني، قصيده جامده للشاعر الكبير الاستاذ رياض الصنباطي. طب دولا يعني ايه الاطلال؟ يعني ايه بس؟ هي دي بس اللي انا مش فاهمها. يعني الاطلال لما بيكون ايه؟ مثلا واحد واقف في الطل كده وعمال بيطل على واحد تاني واقف في الطل بيطل على، يعني هم دول الاطلال بقى. انا بقى كنت فاكر حاجه غير كده خالص يا دولا. شوف الزبونه دي. حاضر. اهلا وسهلا حضرتك، اي خدمه؟ عايزه تمثال ولا ورق وردي؟ انا عايزه اشوف توت عنخ امون. ايدك على 200 جنيه. انا عايزه اتفرج بس، انا ما بشتريش. لا واحنا هنا حضرتك في المتحف، احنا هنا بنبيع بس حضرتك. كم من تافه تعثرت به ليلا. دي الاطلال صح؟ امسيت ثم اصبحت دونه صبحا. اذا الكلاب عوت لا تستغربي ولا تسألني نفسك هل هذا صوتا لبلبلي. كم من صدفة كشاعرة تلقيني أمام شاعري. يا أهلا وسهلا، شاعرة عندي في البازار، اتفضلي يا فندم. يا أهلا وسهلا رمزي، نريد 2 حاجة ساعة. حاضر يا دول. أنا الشاعرة حفيفة حب، رئيسة رابطة الشعر الميتم. يا سلام، رابطة الشعر الميتم طبعا معروفة، اللي أنشاها الأستاذ سعد اليتيم الله يرحمه. أيوة، وعضو ناشط في جمعية القصيدة العمياء. أيوة طبعا، القصيدة العمياء اللي أنشاها الأستاذ سيد لعور الله يرحمه في قصر ثقافة الأنفوشي الله يرحمه. إيه ثراء المعلومات ده؟ أنا للأسف كنت فاكراك زي بقية العامة والدهماء اللي ما يفهموش قيمة الشعر. ايه ده انا ما فهمش قيمة الشعر؟ لا بقى، ده حضرتك انا حافظ كل القصائد بتاعت الشعر. عندك مثلا الاطلال اللي هي اتمسوا بالخير عشان الدنيا ليلت وهنتأخر وبدل ما اجيب خبرك، صح ولا لا؟ اين حاجة ساعة؟ روح هات حاجة ساعة. عجل. حاضر ادولا. حاضر. للأسف يا مدام شريفة الكلمة اصبحت رخيصة. انا اسمي حفيفة حب، أنا أنسة، أنا راهبة الشعر الميتم، وسوف أعيش في محرابه حتى سكنات الموت. عارفة سكنات الموت اللي هي قبل سكنات المعاد اللي هي بعد حدائق الموت؟ أيوة. بس مين يقدر؟ حضرتك أنا أقدر طبعا، لأن أنا شاعر بالصليقة مع حضرتك الشاعر عادل سعيد. عادل سعيد، عادل سعيد سعيد، انت عارف اسمك بيجمع بين ايه؟ بين العدل والسعادة. يا له من رمز. لا حضرتك ده بقى يبقى اسمي انا رمز ابن عم عادل سعيد. انت اللي خلاك تتكلم ولا رمز؟ روح هات الاتنين حاجة ساعة. عجل. حاضر يا دول. حاضر. وماذا عن مؤلفاتك؟ حضرتك انا عامل 12 ديوان في البيت يعني، وحوالي 35 قصيده فرط كده هو، يعني غير ما يستجد من افكار بتجيلي وانا قاعد. انت محتاج اطلاله جديده، اشراقه يوميه. من الممكن ان نتقابل ونقرا اشعار بعضنا البعض ونتعرف على بعض اكتر. حضرتك ممكن اخد منك رقم موبايلك؟ انا اكره الحياه المدنيه، موبايل، كمبيوتر، خلاط، الاله هرست الانسان، هرسته. يولع يولع، يستاهل يتهرس طبعا. حضرتك يعني طيب بقى كيفيه الوصول ليكي هعمل ايه يعني؟ من الممكن ان تجدني في خلوتي الشعريه من الساعة 5 لـ 6 في المطعم اللي جنبك.
طيب هل استطيع ان اشاطرك بعض اللحظات في المطعم؟ بس كل واحد على حسابه. حضرتك انا ممكن اعزمك. من فضلك يا استاذ عادل ما تحاولش تفرض سلطتك الذكوريه عبر استخدام المال. خلاص يا فندم كل واحد يحاسب لنفسه ما تزعليش. وعلى لقاء. على لقاء. دولا دولا إيه؟ انت خدت من البت دي 200 جنيه ولا لا؟ ياد مش مهم يالا يا رمزي. لا مش مهم يا روح اجيبها لك من شعرها كده. وانا ايه العنف اللي طلع لك فجأة ده؟ ما انت طول عمرك مسالم واهبل والناس بيضحكوا عليك. مش مهم يالا، وبعدين القسوة دي ما ينفعش تبقى مع شاعرة رقيقة. دولا انا خايفة اصل تكون حبيتها دولا من ورايا. لا يالا احبها ايه يالا. دي اختي في الشعر ما تجوزليش يعني. في البازار كان اللقاء وهمس الأشعار، في البازار كان رمز الحمار، في البازار التقت المواهب كالأنهار، فرعا رشيدا وفرعا دمياطا، وكانت تحمل الكتب تحت الباطن. وفي البازار زي ما قلنا قبل كده كان هناك رمز الحمار. هو ايه ده؟ دي مذكرات اليومية بكتبها يعني بشكل شعري كنوع من أنواع السرد. وانا بقى كزوجه فين من اشعارك دي حبيبتي؟ تعايزاني افضح بيتي في اشعاري؟ الاشعار دي ممكن تتنشر في اي لحظه يعني. طب وايه بقى التقاء الانهار وفرعي رشيده ودمياطه دول بقى؟ دول يا حبيبتي كنايه عن الحدث اللي حدث النهارده. لقد اصبحت غامضا يا عادل، ومع ذلك انا عايزاك تفضي نفسك بكره الساعه 5 عشان تيجي معايا عند بنت خالت مامي عشان سبوع بنتها تومادر. تومادر خلفت توأم ما شاء الله. لا يا حبيبي ده اسم تركي مركب. بس يا حبيبتي معلش يعني مش هينفع اروح معاكي لان عندي مواعيد هامه جدا. يا سلام، مواعيدك اهم من علاقاتي باسرتي؟ علاقاتك باسرتك ايه بس؟ انا مش فاهم، اسرتك كلها مرميه عندي بره هنا اهو، هتقولي لي علاقاتي باسرتي؟ وبعدين يا حبيبتي انا الشعر ده كل حياتي، وانا عندي فرصه ان انا اقابل توأمي الشعري. على فكره يا عادل بقى الشعر حاله متفرده بذاتها ولا يعتمد على الثنائيات. ازاي بقى؟ ما انت عندك اي شاعر في الدنيا بيعمل ايه؟ بيبقوا اتنين شعراء بيكتبوا مع بعض، تلاحظي حتى البيتين دول بيبقوا مكتوبين كده اهو، والشاعر ده شغال في البيت ده والشاعر ده شغال في البيت ده على طول. يا عادل يا حبيبي دي كانت فتره بدايات تكوين المدارس الشعريه، لكن المدارس الشعريه دي خلاص انقرضت يا قلبي. انقرضت ايه اللي حصل لها يعني؟ وقعت في الزلزال؟ لعلمي كل الشعراء بيكتبوا اتنين مع بعض اتنين مع بعض، يعني عندك مثلا صلاح وجاهين، وعندك بيرم والتونسي، برغم ان بيرم والتونسي ده واحد كان من تونس واحد كان من بيرم، بس كانوا بيتقابلوا يكتبوا مع بعض عادي يعني. الله، على فكره يا عادل اصبحت معلوماتك في الشعر فظيعه. انا عارف طبعا، بس على فكره مش انا لوحدي، انا النهارده لما قابلت توأم الشعري بنفس القدر من المعلومات اللي عندي عندهم يعني. على فكره انا ادعوك بالتمسك به. من غير ما تدعوني، انا عندي ميعاد الساعه 5. خلاص وانا هضحي واروح لتومادر لوحدي. طبعا انا معاك جدا. طب انا اعمل ايه بقى في ديواني ساهاتفك ليلا؟ لا ديوان حضرتك ساهاتفك ليلا ده حضرتك يعني متهيألي معبر عن نفسه، ممكن تنزل عليه اعلانات موبايلات، وممكن تنزل برضو كمان اعلان بتاع هاتفني شكرا يعني. حضرتك قلت لي الديوان بتاعك اسمه ايه؟ يا فساتي بحر. يا فساتي بحر. بس احنا كده بنهوي بالشعر لقاع المجتمع. حضرتك احنا لازم نبقى مع الشباب ومع التجديد، مش معقوله هنسيب الولاد والبنات طول الوقت بيبعتوا لبعض مزدات يعني. احييك جدا واربط على كتفك. انت بعت القضيه يا هفيفه. ومش بعتي سيي موبايل وتبقي الشعيه اشطايي. وبكره تبيع موهبتك على ارصفه الحياه المدنيه. يبقى في العتبه بقى ايه فرد على الرصيف كده وبتبيع اشعار عادي جدا يعني. انا ماشي. وانا كمان ماشي. يا شعرة مش معقوله يعني تزعلوا نفسيكوا عشان ايه؟ ده اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضيه. يا شاعر يا شاعر بعد اذن حضرتك، حضرتك الاسم ايه؟ انا ما تعرفتش. انا الساعي ابراهيم زغيوي. يعني بتمضي كده الساعي ابراهيم زغيوي؟ يا عيني يا شاعر، شكرين قوي شكرين. لا تغضبي لا تغضبي، الجو خلاص اتلوث، مش ممكن الطاقه السيئه دي، ابناء الجيل الواحد بياكلوا في بعض.
والله يعني عارف حضرتك انا سعيد جدا ان انا قاعد مع موهبه فظيعه زي حضرتك، ما تتخيليش مدى سعادتي. يعني استاذ عادل انا كمان حابه اعرف موهبتك اكتر، ممكن تسمعني حاجه؟ طبعا ممكن. كانت هفيفه في البدء زبونه، كانت تتحدث برعونه وتقول الله هم هيخوتونا. الواد رمزي قال لي ايه ده، دي مجنونه؟ قلت له لا، انها جوهره مكنونه، وانا وهي اصبحنا زي الليفه والصابونه. يا للهوس، لم تسمع اذني شعرا من هذا من قبل. بصراحه انا ما سمعت الشعر انضف من كده. على اساس الليفه والصابونه بينضف الودان يعني. استاذ عادل، يبدو أن الانسجام متبادل والتلقي ملتحم والتعاطف منسجم، وأنا بصراحة كبرت بقى خلاص كده يعني. أيوة حضرتك، يعني قصدك إيه بكبرت؟ يعني عادي إحنا إخوات يعني كشعرة لازم نساعد بعض يعني. شعرة؟ يبدو أنك خجول وما بتعرفش تعبر عن مشاعرك زيي. لا والله انا بحس يعني عارفه حضرتك ان المشاعر اللي بتيجي بسهوله بتمشي بسهوله يعني. استاذ عادل، ايوه انت عارف طبعا ان لحظه المخاض الشعري دي ممكن تيجي في اي وقت. ايوه، ولطيف قوي انه البني ادم يلاقي حد يسمعه في اللحظه دي، وما بالك بقى لو كان الحد ده طقم الشعري. ايوه عارفه حكايه الطقم الشعري ده، انا ياما موضوع اللي هو الاشعار يعني ما كانتش بتيجي بسهوله عشان مش لاقي توام الشعري يعني، سبحان الله. بس يعني عارفه لقيتك اهو الحمد لله، فدي يعني ممكن تبقي توام الشعري يعني. تسمح لي انك تكون اذني الثانيه في لحظات مخاض الشعري؟ يا سلام، انا كلي اذان صاغيه، اتفضلي حضرتك. مش حابه يعني ابقى بتقل عليك. لا حضرتك مش بتقل، حضرتك بتزنقه يعني، بس يعني اتكلمي يعني. لا لا لا، خلي اللي فيه لي في كيس اسود هاخده معايا البيت. واضح ان حضرتك بتجري على شعرة صغيرين. ايه اخويا الصغير ساب المدرسه واشتغل شعر، واخويا الاصغر منه معدي بلون خراطه ودلوقتي سارح بيكتب نثر، واختي. ايوه مالها اختك؟ مقضيها قصص كثيره. يا ما شاء الله، يعني البيت كله يعني شعرة، يعني الواحد يحس كده ايه، بيت الشعر يا بيتنا، على بابك قصايدنا، بيت الشعر يا بيتنا. عادل عادل ايه؟ اصحى حبيبي، الباب بيخبط. ده مين اللي هيجي لنا الساعة 3 الفجر ده؟ أشوف. أيوه 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 أيوه، دول حبيبي. محتاجينك يا عادل، أنا في حالة مخاض شعري، أرجوك ساعدني. ادخلي سخاني مية يا مرات عمي بسرعة، في طلع شعري دلوقتي. والولادة الشعرية القيصرية دي ما تجيش إلا في انصاص الليالي يعني. مين دي يا عادل؟ دي الأستاذة هفيفة حب توأم الشعري. إنه ينطق باسمي، إنه يتبارى بحروفي. مين دي؟ ابعدوا عنها دلوقتي، إحنا بصدد ميلاد قصيدة جديدة. وأنت نفسك في ولد ولا بنت يا دولا؟ أحتاج إليه، أحتاج إليه بين سكنات الليل وهزيع الزمهرير. هتزيعها؟ دي بان عليها مذيعة. لا لا الحقها يا عادل، حرام دي هتموتي، هاتوا دكتور. لا هي مش محتاجة دلوقتي دكتور، هي محتاجة مدرس أول لغة عربية. أنت طبيبي، أنت ملاذي، أنت حبيبي، هازي أنت دوائي وأبكازي. أنت ليلتك مش معدية لليلادي يا ماما. يا حبيبتي أعرفك أنا المدام، حضرتك بتعكسي جوزي قدامي. لا 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 رانيا، بتعكسني ايه يا رانيا؟ ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا يا ماما دي شاعره. شاعره ايه؟ دي خيانه معلنه.
اتلميت عليها في انه عصر الثقافه دي. اصل ايه يا حبيبتي، دي تربيه حواري. لا لا يا ماما، دي ست مجنونه، اطلبوا لها مستشفى المجنونات. لا لا بلاش مستشفى المجانين دي يا دوله والنبي. اه طبعا خايف تتمسك انت جبت. بينها بتخرف، طلعه بره. ايه الاوفر بتاعك وسخنه قوي، بتحط ايدك على بوتاجاز. انا ما اسمحش، ضمير الشعر ما يسمحش انها تطلع بره. شفتي يا مامي، شفتي خايف عليها ازاي، هيموتني. ارجوكوا، مش عايزه عطف او شفقه من حد، جنبات الليل اولى بيا. خلاص يا جماعه، انا هوصل البت دي يعني. يلا قوم يا بت، هقوم المره تغسل لي هدومي في البازار. بت ايه وتغسل لك هدوم ايه؟ انا هاجي معاكم. لو رحت معاها هترجع مش هتلاقيني، انا بقولك. خلاص رمزي خدها، وانا صاحي طول الليل، لو حصل اي حاجه كلمني. ها حاضر يا دول. على لقاء. على لقاء. على لقاء. ما حدش هيفهمني ابدا. بقى بقول لك ايه، انا عايزه تفسير مبرر ودقيق وواضح للعلاقه دي. رانيا، انا قبل كده قلت لك ان انا اخيرا لقيت توأم الشعري. ايوه صح، انت قلت لي، بس انا كنت فاكراه راجل مش ست. الشعر ما يعرفش راجل ولا يعرف ست، في النهايه هي شاعر. بقول لك ايه، الست دي مش طبيعيه وبتحبك. تحبيني ايه يا ماما، دي توأم الشعري لا يجوز شرعا. ده من وجهه نظر حضرتك جراب سيادتك، لكن من وجهه نظر الطرف الاخر فهي تعشقك حتى اخمص القدمين. لعلمك بقى انا ما لعتش الجزمه قدامها. بقول لك ايه، ما تجننيش، انا ست وافهم الست كويس، الست دي ما تشوفهاش تاني. بصي انا ما اقدرش اوعدك، لكن اوعدك ان انا مش هقابلها غير في الندوات الشعريه فقط. عشر سنين بكتب شعر عن الحب والمشاعر ومعرفش ايه، ومفيش حتى تنتوفة راجل رقعني صفارة معاكسة وانا ماشية. شباب مصر شباب محترم، يمكن مش عايزين يجرسوك في الشوارع. يا سلام، جت علي انا بقى يا اخويا اللي مش عايزين يجرسوني، ما يجرسوني ولا يبهدلوني ولا يعملوا فيا اي حاجة. رانيا كان عندها حق. طيب انا هضطر استأذن انا بقى. يعني لا اما اتجوزك يا اما تقتليني. بالنسبه للجواز مش هينفع، تقتليني الحقيني واقتليني. الحقوني. هفيفه المهفوفه تهفت في دماغها وجايه وراها ومعاها سكينه وعايزه تقتلني. طبعا طالما تحب واحد زيك تبقى لازم تكون مجنونه. شفتي يا عادل، قلت لك انه في حب انثوي صاروخي، قلت لي لا ده حب شعري، ما صدقتنيش. بابا افتح الباب. لا لا يا قوي تفتح الباب، لا تكون هي. بليز. خليكوا محدش يعمل اي صوت خالص عشان لو هي ما تعرفش. ها ده الواد رمزي. امين. انا رمزي يا دوله. في حد معاك يا رمزي؟ لا انا لوحدي خالص، وجايب لك ايراد المحل كمان، افتح بسرعه. ايه جايب لي الايراد دلوقتي ليه يعني؟ يا حبيبتي اهدي بس، انا والله متفهمه موقفك كانثى مجروحه، لكن العقل اسلم في المواقف دي بكتير. عقلي ايه يا ماما، دي خلاص بقت في الجمالات كرسمي. استهدي بالله يا بنتي، دي اساسا محتاجه زار يطلع العفاريت من جدتها. هو انا مش واحده ومن حقي احلم واتجوز وسيبني من الشعر والكلام الفاضي دي. انا كعب رجلي مبرق من اللف في معرض الكتاب. وايه خدت ايه؟ قولي ولما يرجع يلاقيني مش طبخه يرقعني عليها. لو على قد قلمين ما تيجوها، لو على قد قلمين انا تحت امرك يعني. وايه المبرر الدرامي؟ لازم تبقى جوزي. ما حضرتك بحثك عن المبرر الدرامي وعن الثقافه دي هي اللي مودياكي في داهيه يا حضرتك. يا حبيبتي معلش، سن الجواز اتاخر، انا عايزاكي بقى تصمدي وما تتهزيش. ما تتهزش ايه، دي خلاص دي طايره. يعني هو لازم جواز؟ ما تعيشي حياتك على النت. انت الحبيب
وأنت الدواء. هيا بنا على المخزون. طب ما انزل اجيب المخزون هنا بدل ما يهرب منك تحت يا بيه. تعالوا 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 يا دكتورة. اهي اهي بنت المجانين اهي. انتشروا انتشروا. حرام عليكم سيبوني بقى، انا عايزه اتجوز. تاني يا حفيفة تاني؟ ده رابع راجل تحاولي تخطفيه. ها رابع راجل. انا بقى هرجعك تاني يا اختي وهتهربي. كهربا؟ لا لا والنبي لا، بخاف من الكهرباء. نو كهرباء. لا يس كهرباء كهرباء كهرباء. وهات فرده هنا، هات فرده. خدوها. منين يا ام ميرفت؟ اسكت يا ام عادل، ده ربنا ستر. اه والله انا لسه بفتح باب الشقه يا اختي وبطلع كيس الزباله جنب الباب، لقيت المدهوله المجنونه بنت المهابيل دي ماسكه سكينه والدهولي ده قدامها. قلت يا لهوي في مصيبه هتحصل، على طول على التليفون. ايوه ده سعاد الغالي عندي. امال ايه؟ اصل انا اعرف المهابيل دول كويس قوي، لان سلفه ابن اختي كانت مجنونه بعيد عني، ولعت شختي في نفسها بالجاز وولعت في البيت كله. الف سلام عليك يا سعاد وعلى اهل بيتك يا اخويا. الله يسلمك. ايه حكايه المجانين دي يا دكتور؟ مش عارف اقول لكم ايه يا استاذ. خدوا بالكم خدوا بالكم من عيالكم. الله المجانين بقى مالوا البلد مالوا البلد. اه والله، ودي بقى ممكن تهرب وتجيلكم في اي وقت تاني. تهرب ازاي يعني حضرتك؟ هو مش حضرتك مدير المستشفى؟ ايوه. طيب ازاي تسيب واحده مجنونه زي دي تهرب، ولا واحد مجنون زي ده يهرب من عندك من المستشفى؟ ايه ده ايه ده؟ انا دول؟ اه عايز حضرتك ده مجنون. لا 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 لا. يا رب الكارت اللي لقيته ده يخلص واخلص من ما كلمنيش انا يا ولا انا قاعد مع اسرتي، ما تتكلمش تاني سامع؟ بيبي هو رمسي بيكلمك كتير اليومين دول ليه؟ قاعد فاضي يا ست، ماروش حد غيري. قدري بقى. انا عايز اقول لك يا بيبي بجد رمزي محتاج حنان، محتاج حاجه في حياته الخاصه. حياته الخاصه؟ ما عنده الملايه والمرتبه والمخده، اكتر من كده بقى يبقى طمع. يا حماتي في اوروبا ودول متقدمه الشباب في سن ال 16 سنه بيستقل عن اهله. شباب مين؟ شباب مين في اوروبا؟ انت عايز تجيبي رمزي ده للشباب بتوع اوروبا؟ ده ملوش علاقه بالشباب، ده مش بني ادم اساسا. عيله بابا دي كلها فقر، كل اللي طلعوا منها فقر، واصحاب عاهات مستديمه، يا اما اهبل زي رمزي يا اما عبيط زي مين؟ رمزي برضو. اصل رمزي واخد التوكيل الهبل حصري. على فكره بقى يا جماعه، البنت ما بيهمهاش الشكل وبس، الشخصيه كمان مهمه. انا عن نفسي عشت اربع قصص حب بالمستوى ده. نعم اربع قصص حب. ايه ده يا هاني؟ ايه حضرتك ماشي على حل شعرك شرعي ولا ايه؟ لا 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 يا ابي، انا قصدي يعني ان انا عشتهم في محيط صحباتي. يا عيني على رمزي ده، مسكين جدا، تنفضيه تفضلي تقلبي فيه وش وظهر طول النهار وطول الليل ما تطلعيش منه ذره راجل. انا بقى المشكله ان رمزي ده وقع في قرابيزي خلاص مدى الحياه، لان مفيش واحده لا عاميه ولا طرشه ولا هبله ولا ابوها وامها غضبانين عليها ولا خالها مقاطعها هتوافق انها تتجوز زفت رمزي ده. ولا رمزي؟ نعم دول. هو انت سعيد بوحدتك دي يا رمزي؟ بص يا دول، هو انا من زمان يعني وانا ملطوي. ملطوي يعني من مالطا يعني مش من مصر يعني؟ لا انا اقصد يعني ان انا يعني شخصيتي كده هو المنكمشه على ذات نفسيتها. لا ما هي منكمشه اكيد عشان مثلا غسلت شخصيتك في ماء ساقع. يا دول انا بنسجم مع الحيوانات كده وما بحبش البني ادمين على فكره. انا كان نفسي اطلع انفد. انفد وايه؟ مجموعك ما جابش انك تطلع انفد وطلعت جحش ولا ايه؟ لا يا دولا يعني انا كان نفسي اطلع انفد علشان يعني انفد كده هون في نفسي وانفد في الدنيا واسلك بقى. عارف انا نفسي انك انت تنفد من البازار ده واسلك انا بقى. يا دولا خلاص بقى، لا تبكي على الكوكتيل المسكوب يا دولا، انا خلاص طلعت بني ادم واللي حصل حصل. يا ابني انت فاهم انك بني ادم؟ انت مش بني ادم، انت مخلوق عجيب يلا. ولا عمرك يلا فكرت مثلا ترتبط بواحده ست؟ ياه اخلص. ايه ياه؟ نص ساعة ياه. يا بص يا دولا بقى، ما تفتقش في الفتوقات يا عم اللي خيطها الزمن. فتوقات؟ انت ايه كنت بتحب جيبة مقطعة يالا ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور. صباح النور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. حضرتك اي خدمة يعني؟ حضرتك داخلة البازار فعلا قصدة البازار ولا للأسف مثلا دخلتي غلط؟ هو في ايه؟
مين المسؤول هنا عن البازار ده؟ مع حضرتك عادل سعيد رئيس مجلس إدارة البازار والمسؤول الأول، زائد إن أنا المحاسب القانوني للبازار. أوكي أوكي. دول أكلم رانيا مراتك. كلم أم ياسمين بقى بسرعة. غبي يا غبي، بتطلع أسرار بيتي نهو في الشغل يا غبي. أيا رانيا. لو سمحت يا ابو حمالات. انت ايه اللي لو سمحت يا ابو حمالات؟ بتفتكر الحمالات؟ حضرتك بصي، انا ليا اسمي اللي تنديلي بيه. وانا هعرفه منين اسمك ده؟ ما بتسالي دولا؟ مين دولا؟ دولا ابن عمي. دولا ده احنا ده كل القهوه اللي بنقعد عليها عارفينه، وكل الناس اللي قاعدين في الشقه بتاعته عارفينه، وكل انت خلاص ابيض خالص كده ابيض. يا ابني انت مالك؟ انا لسه جايه من الشارع دلوقتي. استغفر الله العظيم يا ربي. جايه بقى من الشارع عشان يلمك بازار ولا ايه؟ انت اهبل ولا مجنون ولا غبي ولا في ايه؟ بص بقول لك ايه بقى، ما تقعديش بقى تحيريني بقى كده هون، علشان انا مش فاضي. انا مش فاضي، عندي شغل، عندي اله الطفوله ميتو راعة عايزه اروح ارضع. لا لا لا، انت رائع، انت ما حصلتش، انت تحفه. انا عارف ده كله عارف، بس ارجوك يعني ما تستدرجنيش بمسلوق الكلام علشان اعمل لك تخفيضات. خالص ما فيش حضرتك شلم ولا ملين هرضى انزله. ما فيش شلن وملين؟ لا انت مستقلب نفسك جدا. بص يا استاذ، انت بنظري ما تسويش اقل من ربع جنيه. طب لو سمحتي ابعدي بس ايدك شويه. ماشي يا رنا، ماشي ماشي خلاص ماشي. سلام 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 يخرب بيتك. انا اسف جدا، الواد الغبي ده يكون ضايقك ولا حاجه يعني؟ والله بصراحه يا استاذ انا ما يضايقنيش غير المتطفلين. وكمان تطفلت على الهانم يا غبي. ولا روح اجري نظف تمثال اله القذاره، اجري. حاضر. لا 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 لا، لو مشي انا مش هشتري ولا حاجه من البازار ده. اصلا انا معجبه جدا بشخصيه الاستاذ. لو سمحت ممكن اسم حضرتك؟ حضرتك انا اسمي رمزي الشهير بابو الرماميز ابن عم دولا. حضرتك انا بقى دولا يعتبر من اكبر شعراء البازارات اللي في مصر كلها، بالاضافه ان انا بحل كلمات متقاطعه، بتفرج على اوبرا. رمزي نعم. ارجوك ذكرت بتاعي، ممكن تليفونك؟ والله بيشحن يعني. بص حضرتك غبي، افتكر عايزه التليفون نفسه. غبي غبي يعني. أنا بموت في الشخصية دي. تموتي في إيه حضرتك؟ بقولك غبي غبي يعني. بالعكس يا أستاذ، ده مش غباء، ده غموض. غموض إيه ده؟ غباء حضرتك، حضرتك ولو بتدوري على الغباء أنا أغبى منه. عايز كارت بقى. رمزي أرجوك. نعم. كارتي معاك، أنا مستعجلة دلوقتي لازم أروح. أنت لازم تتصل بيه عشان نتكلم. معاك مروة طبجي مخرجة إعلانات. باي باي. باي باي. الكارت في عيني ما تقلقيش. بتعملي بالكارت ده؟ ايه دول؟ هقعد بقى رنلها رنلها دول. ترنلها ايه يالا؟ وبعدين دي مخرجة اعلانات، اكيد يالا هياخدوك يحطوك على علب السمنة. يالا انت بقرة؟ خش يالا رمزي. حاضر. حط الحاجة دي هنا يالا. حاضر يا دولا. هنا هنا هنا؟ اهم العرر جوم اهم وجابوا طلبات البيت. زغرتي يا اللي انت مش غرمانه يا دي ماسوره الاباحه اللي تتفتح اول ما بخش. انا نفسي الماسوره دي تتسد وتفرقع بقى. الو السلام عليكم، مين معايا؟ مروه الطبجي. في حد يا بنتي يتصل بحد في ساعه زي دي؟ يعني الساعه داخله على 3 الظهر. حد يرد على حد بالشكل ده؟ انت مش عارف بتكلم مين يالا؟ ايه تقابليني؟ لا يا اختي ما بقابلش بنات. ولا اديها ميعاد واروح انا يالا. طب استنى يا مروه، بصي اديني ميعاد وانا هبعت لك دولا حبيبي ابن عمي، ها هو اللي يروح مكاني. ايه دولا رخم ما يجيش معانا؟ يا سلام، يتمنعنا وهن العائزات. هتعدي عليا؟ ماشي يا مروه، بس نتفق الاول. بصي انا هقعد في العربيه بتاعتك جنب الشباك. ماشي يلا يلا، سلام عليكم. هتقعد في العربية جنب الشباك؟ العربية كلها شبابيك يا هبقى. أنا مش فاهم، مش فاهم عايزة تخرج معاك ازاي دي؟ تلاقيها مسوسة ومعفنة ومقرفة ووشها شبه قعر القفة. عارفة يا سناء، أنت لو شفتي مروة اللي بيقولك عليها دي بجد، الخانة اللي مكتوب فيها في البطاقة بتاعتك أنثى هتشيليها. يا أخي روح 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 روح. الواحد ما بيحسش بقيمة الجمال، قيمة الجوهرة اللي في إيده عشان ملك إيديه. يا نقنق والله والله انا مقدر وشاري يا نقنق. بص يا نقنق، ده انت الدفيره الواحده بس منك بمقام مثلا 87 واحده منها كلها. انا ما طلبتش رايك، ما طلبتش رايك، انا ابص لواحد زيك. يا سلام، اصبري بس لما تشوفيها ساعتها بجد يا سناء هتتصدمي في انوثتك.
اسمعوا يا جماعة اسمعوا، إذاعة البي بي سي بتقول إن اللي قال إيه رمزي طلعت له واحدة صاحبته. إيه ده إيه ده يا رمزي؟ كانت صاحبتك في الدراسة؟ يعني كانت زميلتك في كتاب القرية؟ دراسة إيه وكتاب إيه وقرية إيه؟ الكلام ده بالنسبة للبني آدمين، رمزي أساساً مش مصنف كبني آدم يا ماما. إيه قلة الأدب دي؟ ما بقاش فيه لا خشة ولا دم، البت من دول تشوف الواد وتحبه وتقول له أنا بحبك في وشه كده، فين بنات زمان وتقل بنات زمان؟ إيه ده يا طنط؟ خلاص الدنيا اتغيرت واتطورت ودلوقتي بقى عادي جدا ان البنت هي اللي تبدا بالخطوه الاولى. خطوه اولى ايه؟ على اساس الاثنين هيتعلموا المشي مع بعض يعني ولا ايه؟ ايوه يا مروه. نعم. ايه وصلت تحت؟ طيب يا ست انا قاعد بتفرج على دلوقتي فيلم اسماعيل ياسين في جنينه المجانين. جنينه المجانين ايه يا اهبل؟ يعني حابسين مجانين في قفص. ايوه وصلت خلاص ما تقعديش تلوكلوكي بقى، خلاص وصلتي اطلعي يلا يلا باي. طلع هنا ولا طلع ايه ده؟ في ايه في ايه؟ لا مفيش، اصل في واحد من المجانين كان بيهرب من القفص فكنت بشجعه يعني. النبي ايه؟ ودلوقتي بقى احنا في مرحله انتظار انثى العنكبوت اللي مصاحبها رمزي. ايه هروح افتح لها عشان رمزي مشغول مع الفيلم يعني. افتح لها انت ليه؟ انا هنا سيده القصر، افتح لها انا. شفت يا دولي بيقول لك ايه؟ مساء الخير. هو الأستاذ رمزي موجود؟ رمزي؟ يو بقى ما بيردش. يا بنت اهمدي وعودي، انت سهران لغايه دلوقتي ليه؟ ماما رمزي ما روحش لحد دلوقتي. ما هيتنيل يروح البازار ويبات فيه. لا انا قلبي حاسس كده ان هو ما روحش وبتسنكح مع البنت السنكوحه دي. إيه قلبك سلامه قلبك يا حبيبتي، هو قلبك ورمزي خلاص بقى على خط واحد من امتى بقى ان شاء الله؟ والله يا ماما مش لحمي ودمي وابن عمي. يا سلام، من امتى الكلام ده؟ ما يا ماما ساعات كده الواحده بتبقى مغفله. قوم ايه تيجي ايد كده من بعيد وتاخدها وتفهمها. قوم ايه الواحد تمسك الجواره وتزيح من عليها التراب وتشوفها بنظره جديده. قوم ايه الواحد تنتبه لحياتها ونفسها. قوم ايه تحب. قوم ايه اعتبرها غيره حريمي مثلا يعني. انا غير من البنت اللي اسمها مروه السنكوحه دي؟ يا ماما انا كبدي ياكلني من كاترين زيتا جونز. اموت من هند رستم، اتحرق كده من كاترين دونوف ولا جوليا روبتس ولا ديمي مور. مش من البنت ديت، اقل من الناس دي يا ماما. يتحكليش كعب. يعني عقلك كده بيشاورك على انك ترتبطي برمزي. والله يا ماما يعني ولد مش بطل من غير نظاره يعني. لو قلعنا النظاره وقلعناه قبل منها الحمالات اللي هو لابسها وعملنا له عمليه ليزك. أيوة. ولبسناه جزمه سيفتي كده مسافه 80 سنتي فيطول شويه ويقبن على وش الارض ودخلناه الجيم وعرقناه كده لمده 3 4 اسابيع، فجاه يا ماما يقلب، ممكن يبقى رجلي اباظه. حضرتك يعني ما تزعليش مني في الكلام اللي انا هقوله يعني. ها لون عين حضرتك يعني كده مش عاجباك؟ هي لونها اخضر كده، هو ده مرض؟ مرض ايه؟ الحاجات دي حلوه عند الستات ان عينيها تكون خضره، والرجاله بالاخص بيحبوا الموضوع ده. انا ما حدش قال لي من الرجال ازاي ياخدوا قرار ومن غير ما يرجعوا الرمزي. لا 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 دي مزهله. لا والله انت اللي مزهله. حضرتك تحب لون عينيها تكون ايه؟ انا بحبها لونها تنفسجي. تنفسجي؟ والله للاسف يا استاذ رمزي انا ما عنديش اللون ده، انا عندي في البيت لون كركري ينفع؟ والله لما تكركري بقى تلبسيها قولي لي. يخرب بيت دماغك يا رمزي. بص يا رمزي، انا مخرجه. انا مش ضد عمل المراه كممرضه خالص. ممرضه مين يا ابني؟ انت اللي مريض. افهم يا رمزي افهم، انا معجبه بيك. ألا طب ما تقولي كده من الآخر يعني. لا ما أقصدش كده، أنا معجبة بيك كمخرجة، معجبة بتكوينك ونفسي أستغله. لا 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 حضرتك لا، أنا ما اسمعش، أنا رمزي ما يسمعش حد يستغله كمخرجة. لا 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 خالص. إيه ده اللي أنت عامله ده يا أنا؟
اللي انت عامله ده يخرب بيتك، اعمل لي اسطول فرعوني يالا بالورق. مسطول فرعوني؟ ايه دولة؟ واحنا اي حاجة كده وننسبها للفراعنة، حتى المخدرات يا دولة. بص بقى السفينة دي، سفينة ايه يالا؟ يخرب بيتك يخرب بيتك، اعمل لك ايه اعمل لك ايه؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتضربه وبتشتمه يا اخي؟ ايه انت ما عندكش قلب؟ معلش معلش يا رموستي، معلش. رموستك؟ اه، وكمان موستي. موستك؟ والله يا نقنو، والله ومليكي عليا حلفان يا حبيبة قلبي، انا عمري عمري ما هزعل منك طول ما انا شايفك بنضارتي يا نقنو. لا، نضارتك دي لينا فيها كلام تاني، بس مش وقته. ايه عايزة ايه من نضارته حضرتك؟ عايزة تلبسي نضارته؟ لعلمك لو لبست النضارة عينيك هتصرف. خدوا خدوا كلوا واشربوا عشان تتقوتوا، انتوا تعبانين قوي من الشغل. الله، شندوتشات ايه دي يا نقنق دي؟ فراخ بالحلاوه اللي انت بتحبها. الله، فراخ بالحلاوه؟ الله ياخدك، فراخ بالحلاوه، الله يقرفك. وانت من امتى الكرم والحنيه دي؟ ده انت لما كنت بتديني البركه بتلزق في اسناني. ناقص بقى حضرتك تعملي له سمك بالمربى. سمك بالمربى؟ لا مش ممكن. هطبخهولك بكره. نظفت السمك من الزفاره وحشيته مربى وجاهز على الطبيخ. بس انا للاسف كده معزوم على الغدا بكره، يعني مع البت دي مروه دي اللي انا مش طايقها. مروه مين ومش طايقها ايه؟ بقولك هطبخلك وسمك بالمربى، تقولي مروه لازم تيجي تزفر بقك بالسمك. يا سلام، على طول لسانك زفر وعايزه تزفري لسان الواد طول الوقت، ما بناخدش منك حاجه عدله ابدا. ما حدش وجه لك كلام، بتحشو ما حدش وجه لك كلام. رموزة، افتكرت احب اتصل بيك على الموبايل. ماشي، وهتشيك عليا؟ ايوه هشيك عليك. انت شيك من غير حاجه يا نقنو. نقنو؟ ايه ده، دي كلمه شعريه قوي. انا هقعد طول الليل احلم بكلمه نقنو، ديت جديده جديده قوي في السوق. على اساس ان انا ايه بقى في البازار ده؟ يعني تمثال الاله الكوبري؟ ما تسلك ايدك يا بت من قصدك يا بت. حد فكني، حد فكني يا دول. يلا يلا اتكل على الله. ابو بيلات بقى هشيك عليك بقى ان شاء الله في ال. يلا اتكل على الله. بره 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 يا بت. طبخلوا يما بايدي الصينية. وازاي يما؟ ازاي يما؟ ازاي يما ما ياكلهاش؟ ايه ده يا سلام؟ ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه رايك؟ حلو قوي. ابن عمك حسب ما تدوقيه. ليه يا شيخه؟ شكلك رسم على تقيل يا سناء. ايه كل ده عشان رمزي؟ يا بيبي، هو انت ما تعرفش المقوله العظيمه التاريخيه اللي بتقول اقرب طريق لقرب الراجل صينيته؟ وعلى اساس بقى ان انا مش راجل اهو وفاهم كل حاجه بتحصل في البيت، ده كلام فارغ اللي بيحصل ده. يوه بقى يا عادل، انت خسران ايه؟ حرام عليك، ليه تقف في طريق سعاده اختك؟ انا ما بخسرش ابدا عادل، سعيد عمره ما يخسر، بالعكس ده انا بقى فرحان جدا، وخصوصا ان انا هضرب كلبين بجزمه واحده. كلب لما ينهشك، لما يقرمك، لما يعضعضك، لما ينهشك كده بضوافر على وشك. ايه الكلب الغلاوي ده؟ الكلب قال انا عادي يا ماما يشتمني، انا عادي، ده اخويا عادي ما فيهاش حاجه، لكن يشتم رمزي لا، وما يشتموش في غيابه. الله 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 الله، يا سلام على الحب اللي بينبت ويترعرع على سفره مطبخي في منزلي. هذا الحب الذي يبدا بالصينيه اللي ريحتها غريبه دي. ما غريب الا الشيطان، ابن عمي وبموت في كعبه بوز جزمته. ايه الغريب في كده؟ لما اكلم الزفت ده شوفه راح فين، اكلمه وشوف ايه حكايته. الو الو، ايوه يا رمزي، انت ازيك؟ عامل ايه؟ وحشتني قوي. ايوه انا طبخت واستنيتك. ايوه السمك استوى وقلبي من حبك هوا. قاعد معاها في الكافيه؟ حاجه نايل عيشتك، حاجه تربعها على نافوخك انت وعلى كل الجرسوات اللي بيخدموا عليك يا معفن يا رمه. شفتي شو بيخن يا ما رايحاله؟ الله، البنت اتجننت ولا ايه؟ يا بنفهم بقى، انا هعمل منك موديل مشهور كبير تكسر الدنيا دي كلها بظرف اسبوع واحد بس، هو مده الحمله الدعائيه. ده انت هتبقى اشهر واهم من احمد عز. مين احمد عز ده؟ وبعدين بقول لحضرتك ايه، احترمي نفسك. يعني ايه موديل؟ موديل انا روح، انا بني ادم. مش عارفه اخش للكائن الفضائي ده ازاي. بيخبط على الباب وانا افتح لك يا ستي، لكن بقى تقولي لي موديل وقرون والحاجات دي انا ما استحملكيش. يا بنفهم، ارجوك ارجوك
انا عندي منتج اعلاني ما ينفعش حد غيرك يبقى الموديل بتاعه. اسوق عربيات يعني وكده؟ لا يا ست، بص انا بعمل حوادث بالعربيات، اذا كانت عربيات يعني في الملاهم وكهرباء دي ماشي، بس تبقى الكهرباء مقطوعه. يا ربي يا ربي، انا عملت شرور كتير في حياتي، ولكن العقاب ده اكبر واهم من اي خطا انا ارتكبته. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، الله الله الله، وكمان بتقولوا يا حبيبي بتخني في فتره ما قبل الخطوبه يا اخي. طب استنى للجواز كنت اعديها لك. معلش احنا اسفين جدا يا استاذه مروه، يعني ان حضرتك شايفه المناظر دي، انا اسف جدا. بقول لك ايه، رمزي ده ابن عمي وبيحبني انا ومتكلم عليا انا، وبيننا قصه حب مستمر. اوعى يا اخي، مستمره بقى لها سنين. يا بجد يا نقنق، بجد والله يا. وانا فاكر تهزيئك ليا طول السنين اللي فاتت دي اهانه، طلع حب واستكانه. حضرتك اتعرفتي على اتنين من اسبل عائلتي، يعني عيلتي الصغيره دول اسبل اتنين فيها صراحه. يعني بنت انتي، بقول لك ايه، رمز ده تنسيه خالص وتشيليه من دماغك، وتدلتي نمر التليفون ومن على تليفونك، وتشيلي عينيك الحلوه اللي اتدب فيها 18 ار بي جي دي من عليه. بتحترمي نفسك يا ست انتي؟ عينين ايه ولوز ايه؟ انتوا فاهمين الموضوع غلط يا جماعه. حضرتك انا الوحيد اللي فاهم الموضوع صح. واضح طبعا ان حضرتك يعني بتميلي ليا، وبعدين عايزاني اغير من الحيوان ده، صح؟ لا لا لا، انتوا مجانين رسمي يا جماعه. انا مروه الطبقي، مخرجة الإعلانات المشهورة في مصر، ورمزي ده هو بس عشان أستعمله وأستخدمه عشان يبقى الموديل بتاع المنتج بتاعي اللي محدش عايز يعمله. منتج؟ منتج إيه؟ منتج إيه اللي محدش عايز يعملهولك ده؟ اسمعي يا ستي، أنا ماسكة حملة دعائية اسمها نمي ذكائك ورتب أوراقك، وده كورس صيني محتاجين بني آدم غبي عشان يعمل الموديل بتاع الإعلان. للأسف لفيت الدنيا دي كلها ما لقيتش أغبى من البني آدم ده. بقى هي كده الحكاية؟ وانا اللي كنت فاكراكي معجبه بيه. معجبه بيه ايه؟ ما انا قلت لك من الاول معجبه بيه انا يا ماما. بي اي وسي اي، ده ما فيش واحده حتى لو كسرت بص على البني ادم ده. دي الشماعه، حتى الشماعه تقرف ان انت تعلق هدومك ولا حمالاتك دول عليها. اوعي يا نقنق، ايه الغلط ده بقى؟ ليه الغلط حضرتك؟ انا كلمتك عشان تقعدي تغلطي تغلطي تغلطي. الحمالات عملت لك ايه؟ يا سلام، عماله تهسق فيك من الصبح يالا وانت ساكت. الحمالات هي اللي وقفت في زورك يالا. اهدى يا عادل، سيب لنا الطلعه دي. اهدى يا اخويا يا حبيبي يا شقيقي، يا بارد يا رمة، يا حمار يا كلب، يا معفن يا زفت، يا قليل ادب يا عديم التربية. انت الله يخرب بيتك، في واحدة عندها ذرة عقل تبص لواحد زيك وانا القلقي كنت هضيع عمري كله بسبب غيرة الستات. ايه نقنق بالراحة، نقنق بالراحة بالراحة يخرب. خلاص 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 يا سناء، خلاص سيبيه سيبيه سيبيه. الحمد لله احنا اسفين جدا للمناظر اللي انت شايفاها دي، يعني اسفين جدا صراحه. لا ولا اسفين ولا حاجه، انا حاسبها كده تقطع في روميو بتاعها وعوضي على الله في النحتايه دي. بقول لحضرتك ايه بعد اذنك، يعني اعوضك على الله في النحتايه ليه؟ النحتايه تفضل شغاله، بدل ما كنت تعملوا اعلان عن اللي ما يستعملش البرنامج يبقى غبي زي رمزي، اعملوا الاعلان على ان اللي يستعمل البرنامج يبقى ذكي زي عادل سعيد. عادل سعيد اسم له تاريخ عجيب. يا سلام، انا هعتزل الاعلانات، انا هتجوز واقعد في البيت. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ طب في الشهر شايف بس بس. خلاص شايف يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا سناء، خلاص يا جزمة، خلاص يا جزمة. دولا مالك يا عم، عمال تنفخ كده ليه؟ هتطير التماثيل. انت مالك انت مالك انت، كل حاجه تحشر نفسك فيها. وبعدين لو انت عايز تعرف ايه اللي مضايقني، مش هقول لك يا رمزي، مش هقول لك ان ماما اتخانقت مع حماتي ومع رانيا. انا حر، مش عايز اقول لك يا اخي انا حر. خلاص يا دولا انت حر يا عم، انت حر براحتك. لا مش عايز يا عم اعرف ايه اللي مضايقك. تعرف انا يا رمزي، انا بجد ساعات بحسدك على الغباوه اللي انت فيها دي. بتمنى ان انا في وقت من الاوقات يكون عندي عشر غباوتك بس. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. انا عارف يا دول، عارفك من وين احنا صغنططين، عمال تحسدني في كل حاجه. بس انا اعمل ايه بقى؟ انت ابن عمي بقى وانا ابن خالتك وانت شغال معايا، هعمل ايه؟ هستحمل. والله متشكر قوي، يعني متشكر على الواجب اللي انت عامله معايا. مشكله بقى في ماما، يعني هي ردود افعالها بس هي اللي بتبقى عصبيه، لكن هي والله طيبه، يعني بجد ما بتبقاش قصده انها تتنرفز او قصده انها تزعل حد، بس اهو ده اللي بيحصل. يعني انا عارف يا دولا، وانت لازم كمان تعذرها على كده هون. يعني الست والدتك دي يا دولا ست يعني استهزائيه.
استهزائية. ايه الكلمة العجيبة دي؟ يعني استهزائية دي تعتبر شتيمة ولا مدح ولا ايه؟ قول لي يا عبقري قصدك ايه يعني؟ انا هقول لك يا دولا، انا قصدي استهزائية بالمعنى الحلو، يعني ان هي بتحب تهزئ الناس. طب انت فاكر يا دولا لما هزقتك وقالت لك يا جعر؟ ايه هزقتني دي؟ لا طبعا مش فاكر. بس فاكر بقى رمز كويس قوي لما هزقتك انت وقالت لك اطلع بره البيت يا كلب، واوعى ترجع تاني، وملكش دعوه بعادل، وارجع بلدكوا يا رمزي، ارجع بلدكوا يا ابني. على فكره بقى دولا، الحاجات دي كلها ما فيهاش اي حاجه، وما تزعلش اصلا، يعني دي ست طيبه يا دولا، والله العظيم ست طيبه، ولو اديتني بالجزمه انا مش هزعل. انت بتقول فيها والله يا ابني طيبه، طيبه جدا يا عم. ولا طيبه ولا نيله. انت بتبرطم بتقول يلا. لا ما ببرطمش دول. بتبرطم بتقول ايه؟ بقول هي لو ادتني بالجزمه انا مش هزعل. ما انت لسه قايلها، ولا انت غاوي تضرب بالجزمه يا جزمه؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شفتها كانت عايشه مع ده، عايز اعصابها تبقى عامله ازاي؟ شفتها يا عادل؟ شفتوا منطقي عملت معايا ايه؟ لعبت معايا الدنيئه. لعبه الدنيئه؟ ما هو وضع طبيعي انها تلعب الدنيئه. يعني عايز منطقي تلعب ايه؟ تلعب تنس؟ تلعب راكت؟ منطقي خلعتني يا عادل. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا. ايه ايه الصدمات اللي ورا بعض دي؟ انت عارف يعني ايه خلعته اصلا؟ يا دولا الكلمه دي، انا دولا عندنا في البلد يعني خضتني بالك. لما امي راحت استخبت في الدوره من ابويا 4 ايام، وبعدين لقيته معدي كده، قامت طلعت له من الدوره وقالت له بخ. قال لها ايه ده، خلعتيني انت طالق. فين ايه يا اخوانا؟ ما تخلعونا من القصه دي. اخلعونا من القصه ده؟ واضح ان انت ادمنت الخلعه قوي يا بابا. يا عادل، بعد ما غررت بامك، وبعد ما شردت ولادي، وبعد ما بطلت الشيشه اتخلع. معلش يا بابا، ما انت برضو يعني ظلمت ناس كتير كما تدين تدان. اعمل ايه بس؟ وانا كنت عملت ايه في دنيتي يا رب عشان يحصل فيا اللي بيحصل ده يا رب؟ بص يا خال، انت تعمل معاها زي ما ابويا عمل مع امي بعد ما خلعته، تطلقها. فهتكون هي بقى تعمل معاك زي ما امي عملت مع ابويا بعد ما طلقها. هتروح بقى في البلد كلها وتعمل اشاعه ان هي ايه، هتتجوز الواد جليطه المزين. فابويا راح بقى عمل ايه؟ هنفضل نقديها رغي ولا ايه؟ انا مالي دلوقتي في مشكله ابوك وامك دلوقتي، خلينا في مشكله ابويا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى استنى، انا ما اعرفش الحكايه دي. ايه حصل ايه؟ راح بقى ابويا سرق المكنه بتاعه القص بتاعه الواد جليطه، فالبلد كلها بقى شعرهم طول قوي. برضه بترغي؟ برضه بترغي؟ قلت لك عايز اسمع بابا. كمل يا بابا. لا لا لا، استنى يا عادل، انا لازم اعرف اخويا عمل ايه. هيقعد يقطعنا ولا ايه؟ لا كمل قول. الناس بقى خالي في الفتره دي من الزمن سمونا بلد الخواجات. ليه بقى؟ لان احنا كلنا شعرنا طويل واصفر. يا سلام، يعني شعركوا طويل عشان ابوك سرق المكنه بتاعت الحلاقه؟ اصفر منين؟ وده شكل خواجه ولا ده شكل بس يلا بس يا بابا، انت تقعد تسمع الهبل ده يا بابا؟ كمل لو سمحت يا بابا، عايز افهم بقى ايه اللي حصل. معلش معلش، انا هضطر اسفا متاسفا ان انا اهبط عليك واجرش عندك يومين ثلاثة اربعة خمسة. بابا انا لو عليا مفيش مشكلة، بس المشكلة ان في ناس كتير لازم اخد رأيهم. يعني ايه يا خالي بقى ده صح؟ يعني انت لسه هتقعد تقول له اسفا متاسفا؟ ده حضرتك تأمره وهو يطيعك وراسه فوق رجليه. راسه فوق رجليه؟ طب ما ده وضع طبيعي يا ابن البني ادم، راسه بتبقى فوق ورجليه بتبقى تحت. ايه الجديد اللي انت قلته يعني؟ اصبر 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 بابا. معلش يا بابا، ممكن تسبقني انت وانا لما اجي لك نتناقش الموضوع ده؟ حاضر يا ابني. ماشي، مع السلامه بابا. مع السلامه. مع السلامه يا خالي. ولا يا رمزي، انت عارف انا الفتره اللي فاتت دي كلها برغم غباوتك وبرغم خسايرك اللي انت بتسببها لي، ما طردتكش ليه؟ عارف طبعا يا دولا، وانت المفروض تحمد ربنا على النعمه اللي في ايدك ده، هي علشان طبعا حكمتي. طبعا طبعا، انت طول عمرك حكيم يا رمزي. انا صراحه محافظ عليك ان هو في البازار عشان لما الاقي نفسي متنرفز وعندي طاقه هتنفجر اقوم مفجرها فيك. اقلع الجزمه. ليه يا دولا انت متنرفز؟ اقلع الجزمه. الله، انا ربنا بيحبني في اليوم اللي بتخلص فيه من منطقه الواطيه، ربنا بيرزقني بانعام. طب خالي طبيخ اخر حلاوه، واضح يا نعناعه ان القدر لسه ما قالش كلمته الاخيره. العمار بيد الله يا سعيد. اوكي، انا ملاحظه ان حضرتك دقت كل الحاجات ما عدا الكول سلو، على الرغم انه هيعجبك جدا. معلش، اصل ما باكلش المسلوق ده. مسلوق؟
يا حياتك بقى براحتك بقى، انا داخله اوضتي. ماما ماما ماما، بابا بيلغيكي وانا لغياه من حياتي خالص. لا يا حبيبتي، ده شكله جاي كده ناوي على بياتان. ازاي بقى يو ار اوفر كام هيم بقى، ومش هتخليه انه بقى ايه يجي جنبي ان افويد هيم؟ والله لو اتحبسنا في ام واحد ان شاء الله ربنا هيقربنا من بعض ونتحبس انا وانت في ام واحد. لا يا بابا لا لا، مالكش حق، اخص عليك يا بابا. ماما في ام ماما اقل من تلات اوض وصاله ما يلزمهاش يا بابا. منين يا حسره، ما هي قشطته ورمته. نو نو انعام، ما تبقيش اوفر 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 كده في طلباتك، ما تبقيش زي الناس الطمعانين اللي عايزين يستغلوا الجوازات ويعرفوا ناس شباب كده هو علشان يسطروهم. بابا ده منظر حد عايز يتسطر. هم الغبيين كده لما تيجي تنصحيهم هم يتقلبوا عليكي. مجيده أني الأوان تنقطينا بسكاتك وتقومي تاخدي حمام الساليزون بتاعك، لأن الساليزون لو اتساب أكتر من كده هيبرد ويجلد ويترمي في الزبالة. صوري بجد بجد أنت فكرتينيني خالص بقى، لأن الزبالة اتحرق. حم أنا عام، أني الأوان أسيبك لوحدك أنت وبابا عشان تاخدوا راحتكم في كل حاجة يا ماما، وإن شاء الله ربنا يوفقك. ها ماما تتعصبيش على بابا، ها ماما دي اخر فرصه ليكي. انعام. نعم. انا عارف ان انا راجل منفر، وانا عارف ان انا عملت معاكي حاجات مش كويسه. بس انا طمعان في برم قلبك الواسع انك تغفري لي وتسامحيني. انت عايز ايه دلوقتي؟ يعني لو قلتي لي امشي هتعمل ايه يعني؟ هسترجاكي ان انا ما امشيش، لو قلتيلي غور هتنح وما اقورش، لو قلتيلي اقعد لغايه لما عودتك تتفك هتنجعس وتقعد ومش هتمشي ولو بالطبل البلدي. بذمتك ما وحشتكيش ايامنا الحلوه. لا من فضلك لو سمحت، انت ما تبقاليش حاجه عشان تغازلني وتسبلي وتدلعني. اسمع يا غزال الجنينه انت، انا ما عملتش حاجه، انا غلطت مره وخدت جزاتي، مش ممكن اواقب عليها طول حياتي. انا ما قتلتش. لا قتلت مشاعري ودبحت احاسيسي. انت هتلبسيني تهمه؟ انا ماشي. لا استنى ما تمشيش، قصدي ما تستناش ولا حاجه. نعم 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 نعم. عايز ايه بس؟ لا اسمعيني. لا اسمعيني. لا لا لو سمحت. لا لا لا، مين خيانه ومين ماما ومع مين؟ مع بابا وفين؟ في الصالة على السجادة جنب الكنبة. يعني هتعقدوني هتعملوا له عقدة، يعني حرام عليك، دي خيانة مزدوجة. يا ماما مش قلت لك في الباب المفتاح؟ بس يا بنت قلت أدب بس. مالك يا عادل في إيه؟ فضيحة يا حماتي، فضيحة فضيحة. عادل عادل أبوس إيدك يا ابني، ما تفضحنيش، أنا راجل لسه مخلوع مش حمل فضيحة ولا مفضوح جاهز. إيه في إيه؟ في إيه؟ بقول لكم لو أنا وهو في أم واحد. يا سلام يا واد يا واد، ام فعلا يا تحت الساهي ده واهي. ها انا مش عايزاه، انا مش طايقاه، ما تقعدوش معايا وانت كده عامله زي التعبانات وعماله تدحلبيله. تدحلبيله؟ يا نهار ابيض يا ماما، معلش يا بابا انا ظلمتك. ايه يا عادل انت بتتصنت على باباك يا عادل؟ ايه ايه قاعد مع ماما، وطبعا انا وضعي طبيعي ان انا غير، وانا مش راجل ولا ايه؟ عادل امك تقدر تدافع عن نفسها كأنثى شمطاء. ايه ده ايه ده ايه ده، انثى شمطاء؟ لو سمحتي احترمي نفسك، ما تقوليش على ماما انثى. عادل على فكره لا لا لا، اليومين دول انت في تصرفاتك فيها رعونه بالغه. لعلمك يا بابا دول امك وابوك. ايوه امي وابويا، وقاعدين لوحديهم بره في الصاله. وبعدين لعلمك بقى رانيا زي ما انت عارفه الشيطان شاطر. شاطر بس مش اشطر مننا يا بيبي. مش اشطر مننا يعني ايه؟ يعني بيروح المدرسه الصبح عننا بدري؟ لا يا حبيبي، ابوك لازم يمشي ويسيب البيت فورا. ايوه ما انا عارف كده، بس لعلمك بقى انا فكرت بجد جديا يعني ان انا مثلا اشوف له اوضه في اي فندق نجمه ونص. هو رقصني يا جدع على واحده ونص. ايه ده ايه ده ايه ده، بتتريق عليا يعني عشان بابا متجوز رقصها تقولي لي على واحده ونقمه؟ ماشي ماشي يا رانيا، هو ده مفروض في تعاون بين الزوج وزوجته، تقولي لي مثلا على اي حل بدل ما انت بتتريق عليا. هو انت فاكرني مش مضروره من الموضوع ده ولا ايه؟ وبعدين انا سبق وقلت لك حلول قبل كده. ايوه بس قلتي لي 7000 حل، قولي لي حل واحد بس يقنعني يعني يا رانيا. اوكي انا شايفه ان انت تروح وتكلم منتعي وتبوس رجليها عشان ترجع ابوك. واضح ان انا ما قداميش غير الحل ده.
اتأخرت. المشكلة بقى كمان إن أنا سايبهم لوحديهم. إيه يا دول؟ أنت واقف على محطة أتوبيس يا عم وتأخرت. إيه ده يا دول كده هون؟ وحط عقلك في راسك تعرف خلاصك. أحط عقلي في راسي؟ يا سلام، ده إيه النصائح الجميلة؟ وأنت على كده بقى حضرتك بتحط عقلك فين؟ يمكن أستفيد أحط عقلي في نفس المكان اللي أنت بتحط عقلك فيه؟ أقول لك يا دولة، العقل زينة في الباترينا. يعني انت بتحط عقلك في الباترينا، يعني بتتعامل مع عقلك انه جزمه يعني. ايه الحلاوه دي؟ من بعض ما عندهم. عندي مين ياض؟ ده انا اللي بكلمك ياض. اسمها بعض ما عند ولا اسكت اسكت خالص. نو نعم، عايز ايه خلفه الندامه؟ اهلا وسهلا. يا سلام، الاستاذه سلوى منطعي، نورت البازار. اتفضلي حضرتك. ولا رمزي، روح هات حاجه ساقعه للهانم تشربها، ولا اقول لك روح هات لها شقتين فولياض. لا، ما هو شقتين اتاجروا يا دوله بقى. مش ناقص الراوتر. بص، انا محطوط تحت ضغط، ممكن انفجر فيك في اي وقت، ممكن ارزعك قلمين على قفاك. لا يا دول، اسمهم قفايين على قفايا، القلم ده بيبقى على الوش يا دول. ما انت خبره. طبعا خبره. امشي من قدامي دلوقتي. خلصني حبيبي منك ليه؟ ورايا نمره. ايه ده، هو حضرتك رجعتي ترعشي تاني يعني؟ ارعش. طب ده انا لما برعش وهز وستي الرجالة في الكباري ما اقولكش. اوعى يا لا تتكهرب يلا. يبقى انا عرفت بقى سبب الخلاف اللي بينك وبين بابا. اكيد مثلا بابا رفض انك انت ترجعي تشتغلي رقاصة تاني. عفوا يا حبيبي، ده مين ده؟ ده هو اللي ماسك لي الفرقة وخلاني مشيت الواد مقسوم الطبال. طب ومقسوم دون يعني كان مقسوم على حتتين ولا على ثلاث حتت؟ هاو يا مدام خفيف، يا بص الحيطان، يا فارغ غيطان، يا قفة من غير ويدان وشابر. طب دول انا هستأذن بقى، انا دول عشان مستعجل قوي دول. يلا. والله العظيم انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، ده انا بقالي سنين بحاول اطرده ومش عارف. ده حضرتك بس بتاعت العرقسوس دي يعني جرتيها يعني. طب بالمره بقى ليا طلب تاني، يا ريت ترجعي بابا. لا يا حبيبي، ابوك سرقني، اخد فلوسي وفلوس الفرقه وراح لعب بيهم قمار مع البنت سحر الدواره. سحر الدواره؟ وبعدين صلطت عائلتني بلطجية رقعوا العلقه الماتشينه، ام قابب بالالف جنيه فلوسي وفلوس الفرقه. انما لما عملها تاني صعب عليا، قلت ابدا ما حد يمد ايده عليه غيري، وتركته وحيدا. تركتيه وحيدا يعني؟ والله انا مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، بس هي المشكله عنده بابا. بابا هو السبب ان هو مشي ورا واحده واطيه كده. هي مين جي الواتش يا استاذ عادل؟ الاستاذه اللي هي سحر الدواره يعني. انت فاكره ان حضرتك انا اقول عليكي واطيه؟ لا، حضرتك عاليه ما شاء الله وحمرا وكله يعني. اهلا وسهلا. احسب يبقى انا بقى كده عندي الغلط ولا عند ابوك الواتشي؟ لا، هو صراحة الغلط كده عند ماما وهي بتدفع الثمن بقى. طيب أي خدمات مني؟ معلش عشان عندي فقرة. طب أستاذة سلوى يعني، معلش أنا آسف، حضرتك ينفع ترجعي بابا وأنا الفلوس اللي خدها منك مستعد أرجعها لك؟ لا ما ينفعش، اعذرني يا أستاذ عادل هيسرقني تاني. لا ما أنت لازم تحرصي، ما أنت سرقتي أولاني، خلي بالك ما تحطيش فلوس قدامه، بس أهم حاجة يبقى معاكي راجل وضل راجل برضه. رأي؟ رأي؟ راجل؟ هو ابوك ده راجل؟ ده ابوك ده كوم قش. لا لو سمحتي بقى، انا ما اسمحش ان انت تغلطي في بابا ابقى، ولعلمك بقى بابا هيرجع لماما خلاص. لا ده احنا محتاجينه، انا محتاجاه والفرقه محتاجاه والطبله. لا انا بس كده يعني. اما كنت بتعملي فيه كده ليه يعني؟ قرصه ودن شاده كده يعني، يومين ثلاثه وهرجعه. والله مش عارف، انا اصلي ملاحظ ان في الفترة الاخيرة بابا متمسك بماما قوي يعني، مش قادر يستغنى عنها وماما برضو، بس يعني هعمل ايه؟ هحاول اخليه يرجع لك، احاول. لا يمكن، مش هيحصل ابدا ابدا ابدا. زي ما طلقتني تيجي ورجليها فوق رقبتها وتردني تاني. انا مش رميه يعني، انا ما عنديش حد يسال عليا ولا ايه؟
يا بابا لعلمك يعني انت طبعا لا سمح الله اي واحده تتمناك طبعا يا بابا. امال ايه؟ امال ايه يعني؟ امال ايه؟ لا ولا حاجه، انا بس عايز اسالك سؤال يا بابا. يعني هي سلوى منطقي اللي خلعتك دي، معلش يعني يا بابا، هي مش كانت صاحبه سناء بنتك؟ ايوه، وانا اخترتها من بين صحابها كلها. طيب هي مش كانت شغاله مدرسه؟ ايه اللي بقى شغالها رقاصه يعني يا بابا؟ دي كانت مدرسه تربيه فنيه، فنيه بس ما فيش حد بياخد دروس خصوصيه في الرسم، فانت قلت بقى تشغلها رقاصه عشان تكسب من وراها كتير يعني. تكسب ايه؟ طب تصدق بالله يا ابني، والله بيعدي علينا بالثلاث ايام ما بنلاقيش المزه. يا بابا ما بتلاقوش المزه يعني؟ بجد هتصعب عليا والله، ده انا ممكن ما بتلاقوش المزه. بابا انا عايز اقول لك على حاجه بس يا بابا، معلش يا بابا، انا كان نفسي في وقت من الاوقات يعني ان انا اقف كده وفي الشارع مع اصحابي ونبص عليك واقول لهم الراجل اللي واقف هناك ده ابويا، افتخر بيك يا بابا. هو انت عندك صحاب؟ لا. طب خلاص يا اخي قلب دماغي ليه من الصبح. بص يا عمو، ما هو حضرتك مش هي مش كده، اول ما هي هتيجي هتقوم حياتك بقى ايه كده مدلوق وبتاع؟ لا، لازم يبقى في كرامه بقى كده وقوه وصلابه، علشان هي بقى مش اول ما تيجي تقول لك يلا تروح معاها وتستحلاها بقى وتستقوى عليه. ليه؟ ماليش اهل؟ ما ورايش رجاله؟ لا ما وراكش يا بابا، وبعدين تقعد هنا ليه دلوقتي؟ مستني الموقعه الكبرى مع منطعي. بابا انا من رايي يا بابا ان انت وقت ما هي تيجي انت ما تبقاش موجود خالص. احنا نقعد نتكلم معاها ونتفاهم معاها ونقدم لها شروطنا، لو وافقت عليها ساعتها تخرج وتقعد معاها. ايه يا عادل، انت ناسي انها لما تيجي لازم نجيبها ونكتبها قايمه كده ونخليها تمضي عليها؟ قايمه ايه بس؟ انت بتقول اي كلام وخلاص، القايمه دي الراجل اللي بيكتبها مش الست. قوم يا بنت، قومي يا سناء خالص، قوم انت. بابا هيورطك، كان نفع نفسه. مالكيش دعوه. بابا بجد يا بابا انا رايي ده راي مهم جدا، وبعدين انت يا بابا لازم يكون عندك فعلا كبرياء، ما ينفعش تقابلها كده بسهوله يعني. يعني ده رايك؟ ايوه بابا. وبعدين في حاجه تانية، لو انت احتجت فلوس في 100 طريقه تجيب بيها فلوس، لكن ما تاخدش الفلوس بتاعت الفرقه يا بابا. وش معنى الفرقه تاخد الفلوس دي كلها؟ اولا ده انا اكتر واحد بيضحك، مراتي وبترقص قدام رجاله، مش دي تضحيه؟ لا فعلا، ونعم التضحيه. انا مش عارف والله بجد مصر من غيرك كانت هتعمل ايه. انت كل يوم يا بابا ما شاء الله بتديني خبرات، ايه الحلاوه دي؟ عادل لو سمحت ما تتريقش، لان عمل المراه ليس عار. طبعا مش عار، عمل المراه ده شيء طبيعي، بس انت بتفكري ان انت تنزلي تضربي لك وسطين ولا ايه؟ ليه يا بيبي هنزل اضرب حد ما عمليش حاجه في الشارع ليه يعني؟ ما كانش يبان عليك انك عديم الرجوله، انا كنت عارفه انك انت مش جدع، لكن مستواك يبقى واطي وتتجوز رقاصه وتمسك لها الفرقه يا هجاص. مالها دي ومال الرجوله؟ واحد وبيحافظ على مصالح مراته زي اي راجل شهم. بس ما تقولش راجل، زي اي شهم. فعلا الواحد ما يعرفش الخير فين. قال كنت ناوي ارجع له، لا عشان هو صعب عليا وخلاص بقى. على فهم انت راجل واطي وهتعيش طول عمرك واطي. اوعى تقولي واطي، انا دماغي عاليه فوق فوق. فوق فين؟ عند خزان الميه يا شيخ تلهي. ده انا على السن ده مفيش واحده تستعصى عليا، ده انا ده ممكن تكون هي. مين؟ منطعي. لا طب انا اروح فين دلوقتي؟ خش تحت الكنبه يا اخوي. خليك انت بقى، خليك، ما تقلقش. كرمش اوعي يا موزه، وسعي يا موزه، اقعد جنب حبيب قلبي سيع. قشطه. لا انا زعلان منك. اخص عليك ليه سيعه؟ اخص عليك، خد ده انا جايبه لك حاجه حلوه، اضرب البرشامه دي عشان تنزل تلم الكيت وتاكل الكتاكيت. قشطه. زعلان منك سيعة. عشان انت المره اللي فاتت سبت الواد رقه يديني بالقانون فوق دماغي. سيعه اخس عليك، انسى اللي فات بقى، ده انا محضره لك فيلمين كده بس عشان المراهقين قاعدين. بجد؟ ايه؟ الفيلم الاولاني اتجوزني من فضلك، التاني طلقني حرام عليك. وجايبه لك نص بطيخه وربع جبنه وطمن زيتون. والحلاوه بعدين. الله بحبك، بموت فيك، مش عشان عينيك الحلو وصوتك المجلجل، لا عشان حنية قلبك. أخن ضربتني في الثغرة، عارف الثغرة؟ ها يا دريتي. لا يا جماعة، ما دام الحكاية وصلت للثغرة فمتهيألي بقى تتكلوا على الله يا بابا، وجات لك لغاية عندك وصلحتك وروح على بيتكوا. يلا يا بابا. متشكرة يا ابن جوزي يا حنين يا اختي. Oh,
يا عيني يا بابا. يا ماما هي زعلانه ولا ايه يا ماما؟ ليه وحزعل ليه؟ على فكره يا ماما بابا ده انا ما اتمنهوش ليكي، يعني هو برغم ان هو بابا بس انت تستاهلي حد احسن من كده. انا بحلم لك بعريس احسن من كده بكتير يا ماما. يا حبيبي انا ما بفكرش في الجواز خالص، ده انتوا مالين عليا الدنيا. ربنا يخليكي لينا يا ماما. ايه اللي بتحلمه لي بقى؟ شكله ايه؟